باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الليلة دي هتدق الأجراس تنذر بنهاية العام. ضيف عزيز علينا هنودعه الليلة دي ونستقبل آخر جديد بيقرع أبوابه علينا عشان يحمل في جعبته الكثير لينا. احنا النهاردة الليلة دي على عتبة عام جديد وبنودع عام عشناه معاه وبنستقبل عام جديد، وكل ما نتمناه ان العام الجديد يكون جميل ورائع ويشع منه النور والجمال على العالم كله، ويكون مملوء بالحب اللي يفرح القلوب ويغدق عليها بالسلام والأمان ويحمل معاه المسرات اللي تلوح ببريق الأمل في الحياة. احنا النهاردة بنقف مع ذواتنا نراجع ضميرنا ونحاسب أنفسنا، ايه اللي احنا أنجزناه في العام الماضي؟ هل علاقتنا بربنا ازدادت عمق ونمو، ولا مجرد بس ان احنا أضفنا شوية برامج ربما لا تشبع ولا تغني؟ هل انتبهنا لخلاص نفوسنا وتوبتنا، ولا ضاع مننا السكة ضاعت من رجلينا وتشغلنا في هموم الحياة مرة أخرى؟ هل العالم ببريقه وملاهيه وملذاته وزال بيشدنا، ولا محتاجين نفطم نفسنا عن ملذات العالم الباطلة؟ هل كنا سبب في سعادة الآخرين وساعدناهم، ولا أحيانا كنا سبب في تعب الآخرين وعثرتهم؟ هل قمنا بمسؤولياتنا بأمانة ومن غير ما نقصر، ولا أحيانا كان بيغلب علينا الإهمال والكسل والتراخي؟ وعلينا نراقب سلوكنا ونستعيد تصرفاتنا مع الآخرين. هل حققنا أمال وطموحات كنا نحلم بيها واكتسبنا خبرات ومهارات جديدة في الحياة كنا محتاجينها، ولا أحوالنا هي كما هي لم تتغير دون أي تجديد؟ هل غلبنا في نفوسنا الضعفات والصغائر والزلات اللي بتعثرنا، ولا ما زلنا بندور في حلقات مفرغة وسلسلة من السقوط والقيام والسقوط والقيام؟ ربما حد بيشعر بالحزن لرحيل هذا العام، رحيل أيام هانئة عشان إحنا خايفين من اللي جاي، ونخاف من اللي جاي لألا يحمل إلينا مزيد من الأسرار والحاجات الغريبة. تطوف في المدى البعيد حتى تصل إلينا، وقد نشعر بالفرح عشان ابتعدنا عن أيام سببت لينا آلام وحزن مش عايزين نفتكرها تاني. ولكن سواء كان هذا العام المنصرم كان سعيد أم كان حزينا، احنا نتمنى أن يكون العام الجديد عام أكثر سعادة وأكثر ألفة، عام أنيس ولذيذ ولطيف، وتبقى الأيام الجاية أفضل من الأيام السابقة. نتنعم فيها في رعاية إلهنا المحبوب وحفظه وحمايته، وإلهنا حنون يسهر على رعايته ويحفظها ويحميها من تقلبات الزمان. قد تتغير السنون وهو لا يتغير، بل يظل أمينا يشبعنا بالخيرات ويهدي طريقنا دائما، يسد احتياجاتنا حتى في زمان القحط والأرض المجدبة، يقوي عظامك فتصبح كجنة مروية وكجدول ماء لا ينقطع، وترسل أشعة السلام خيوطها الرقيقة تتلامس حياتنا وتعيد الابتسامة إلى وجوهنا مرة أخرى. كل عام وانتم طيبين، كل عام وشعب مصرنا الحبيبة طيب، وكل المسيحيين في الشرق الأوسط في سوريا والعراق ولبنان، الأمن والأمان. نتمنى لهم عام سعيد بعيد عن الشقاء والدمار والبؤس. تحياتنا للكنيسة القبطية في مصر، كنيسة المسيح، وفي كل مكان نهديها السلام ونتمنى لها الحفظ والأمان والبنيان، ويعم الفرح ويبعد الله الأحزان عن كل القلوب. لكم جميعا أيها الأحباء أياما سعيدة مليئة بالمحبة وبالفرح وبالسلام، وكل عام وأنتم بخير. شكرا.